نوفمبر بتحتفل ميسلور بثماني سنين من لما تأسست، وخلال هالثماني سنين كان دائما الشركة قائمة والاستثمار منها من الشركة نفسها، من المنتج اللي تنتج الشركة. حتى فترة قريبة كان عندنا أول استثمار، شريك بدخل بالشركة ومستثمر بدخل معنا في الشركة. هلا بكل صعبة، الحياة صعبة، وكانت كشركة عم تكبر كان بدها استثمار. ولكن اللي أنا دائما بحب أحكي للشباب إنه ما تستعجلوا ولا يرضوا بأي إشي، لأنه الفرص تيجي إذا أنت بتبني شركتك بطريقة صحيحة، بتيجي فرص زي ما أنت بدك مش زي المستثمر ما بده. اليوم كان دائما طموحي يكون معي مستثمر يفهم فكري ويفهم قدي أنا ممكن أكبر عالميا. كانت فرص كبيرة كتير موجودة حوالينا كشركة، خاصة لما حققنا أول نتائجنا الكبيرة في السوق العربية. ولكن كان المشكلة المستثمر حيجي فرصة كبيرة، كنا بدنا فلوس بس ما كان الفكر متطابق. فدائما لأي شاب اللي يواجه صعوبة وبده يستثمر حاول يبرمج خطة الشركة تاعته بحيث يقدر يعيش على نفسه من منتجه. فإحنا كميسل ورد اليوم وحققنا وجودنا بسبع سنوات من غير مستثمر كانت صعبة، ومع المستثمر صعبة لأنه كمان في متطلبات أخرى، ولكن بالأخير قدرنا نحقق المستثمر اللي بيناسب فكر الشركة وبيناسب مجموعة الشركة ومش بس فرد ولا فردين. فرص كويسة، اقرأوها كويس، شوفوها كويس، حلو صح الواحد يريح نفسه، بس المتعة كمان بالتعب، يعني المتعة كمان بالتحدي. وأي حدا بيبدأ صغير يستمر، ما يستعجل كتير، لأنه التكنولوجيا سهلة وبتنقلب بسرعة وبتقدر تحقق أرباح بسرعة. أهم شيء فريق العمل، من أهم من كل شيء بالشركة، أهم من الفلوس فريق العمل اللي بيشتغل معك. إحنا كان عندنا سيستم عبارة عن الشركة ما فيها إدارة، عبارة عن كل واحد مسؤول عن مشروعه وكل واحد مسؤول عن يحقق أرباح للشركة علشان تقدر تستمر هاي الشركة.